يعني لاحظوا بأني هناك يعني الضحايا اللي وقعوا ربي يرحمهم ويسعدهم إن شاء الله ونعزي نفوسنا ونعزي أهاليهم، يعني ما مش من السكان تاع يعني مش من ماشي في الديار ماشي في الميليو يوربان، يعني كانوا كلهم مصطافين يعني ايزون ايتي بري اونيتو، يعني اخذوا كي كراها تاع النيران هذه اللي كانت قويه جدا، وكانت يعني الغطاء النباتي والغابي نوعيه الغطاء النباتي والغابي هو اللي سمح يعني بسريان سريع لهذا الحرائق هذه. ربي يرحمهم ويسع عليهم، يعني تمكنت منهم هذه الحرائق هذه، وهذا درس لنا، درس لنا ان شاء الله باش كما خدينا الدرس العام اللي فات انه حضرنا يعني الجهاز الوطني للتدخل لمحاربه الحرائق يعني في الوقت، وهذا ما سمح لنا يعني باش نتحكموا في كل النيران على المستوى الوطني، هذا على مستوى ولايه الطرف، يعني شده الرياح ونوعيه الغطاء النباتي والغابي يعني اثر علينا كثير تحكم في هذا النيران هذه وفي سرعتها، وادى الى هذا الضحايا، يعني هذا النسبه من الضحايا اللي نعتبرها يعني بالنسبه لنا كفاجعه وطنيه، والله يعني هذا النسبه تاع الخسائر البشريه وكلهم مصطفين، يعني ربي يرحمهم ويوسع عليهم ان شاء الله، والدوله ان شاء الله راهي كما قلناها في القاله، الدوله ان شاء الله راح تسخر كل الوسائل وكل الاجراءات وكل الاليات والميكانيزمات الموجوده من اجل بدايه عمليه الاحصاء ابتداء من السبت ان شاء الله، يعني كل فرق راح تخرج يعني على ارض الميدان للقيام بالمعاينه والقيام باحصاء كل الخسائر، يعني لاحظنا باللي ما كانش هناك يعني خسائر على مستوى يعني الاملاك يعني الا القليل، ولكن كل الخسائر سوف تحصى وسوف تعوض إن كانت يعني بالنسبة للسكنات، إن كانت بالنسبة للأملاك، إن كانت بالنسبة للماشية، أو يعني اللي عنده ملك راحله الدولة إن شاء الله راح تقوم بكل الإجراءات لتعويضه في أحسن الظروف وفي أسرع الظروف إن شاء الله رب العالمين، ورحم الله شهداءنا إن شاء الله رب العالمين وأعزاؤنا، ربي سبحانه وتعالى ينزل الصبر على أهلهم وينزل الصبر علينا كذلك لأنه مصاب وطني، وإن شاء الله رب العالمين مرة أخرى يعوضهم كما قلوا بالصبر والسلوان إن شاء الله رب العالمين.